بالنسبة للسي عزيزة خنوش، لو يراعى المسألة ديال التضارب والمصالح كان ممكن يدير حويجات أفضل. فديك الوقت اللي عباد الله قال لك لا راه حكا راه خايف على الكرسي ديالو، ديك الساعه كان دازت عامين وانا ممنوع اصلا من القاء الدروس في المساجد. باقي ممنوع دابا الى يومنا هذا؟ دابا انت ممنوع الى يومنا هذا؟ بلاك ليستي. ملي كنتكلموا على نزع الولايه كنتكلموا على تفكيك الاسره ديال سي عامين. علاش كنتكلموا على نزع الولايه؟ كنتكلموا على تفكيك الاسره، بمعنى هذيك الاسره مابقاش عندها واحد قواد، مابقاش عندها واحد هو اللي كيسوقها. النقاش اللي خصو يكون نقاش عمومي ويدار ليه ما يصطلع عليه بالتداول الاجتماعي لواحد الموضوع معين، خصو يكون حاط الصبع ديالو على اصول الفساد. ماشي نجي انايا التدين ديال المغاربه والدين ديال المغاربه والديانه ديال المغاربه ومدلعب في هذه الحوزه هذه ومخلي المشاكل الكبيره لها. زوار موقع بديل، مرحبا بكم في هذه الحلقه، نستضيف من خلالها الاستاذ الجامعي ياسين العمري. نستضيف ياسين العمري من أجل تسليط الضوء على مدونة الأسرة. سي العمري مرحبا بك. حياك الله سي حميد، بارك الله فيك. مرحبا مزيلها حصلك كي كيقولوا المغاربة عندنا. فين نجي وياك حساب قضيه؟ لا حاجه. مرحبا ورمضان مبارك سعيد. الله يبارك فيك ليك ولجميع المغاربة. سي ياسين، قبل ما نمشيو للمدونة وهاد المحاور خاصة النقاط الخلافية، الإرث، التعصيب، التعدد او التعديد، ثم زواج القاصرات، خليني بغيت رايك في واحد القضيه. اليوم مطار جدل كبير وسط المغاربه، ظهرت واحد السلسله في رمضان، وهذه السلسله اثارت حفيظه العديد من المغاربه، خاصه الطريقه اللي قادوا بها المعلم، واحد ايحاء يشبه واحد كائن حشم نقولها. اكيد عتكون شفتي بعض المقاطع في هذا الشيء، رايكم سي العمري في هذا؟ ان شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله. ابتداء شكرا سي حميد على هذه الدعوه الطيبه، ومزيان يشوفون الناس جالسين. مرحبا. مزيان يشوفون الناس جالسين. الله يكبر بك، على اعتبار ان اللي كتكون كتخوض مع الاخ ديالك واحد المعركه ديال الوعي، باش الناس المستوى ديالها ديال الفكر يرقى، المستوى ديال الوعي ديالها يرقى، تعرف المصلحه ديالها فينا هي تقلب عليها، المفسده ديالها فين كاينه تبعد تعطيها اتساع، وانه الناس اللي كيتحركوا في هذا الاتجاه هذا ماشي ملك ديال شي واحد. صحيح. وماشي نموذج تيتشهى شي واحد انه يحطه في واحد البوتقه هو باغي يشوفه فيها. صحيح. حنا منين نشوفك؟ حنا فين ما كاين الخير لا كنتوكلوا على الله وكنمشيو معاه. هذه غير بالنسبه للاختلاف لا يفسد الود. هذا هو الاصل. هذا هو الاصل، ملي كيكون الاختلاف اختلاف ديال الاغناء من اجل البناء، هذا الاصل فيه انه لا يفسد الود قضيه. صحيح. وحنا راه تيجمعنا الحمد لله بلاد وحده دين واحد، ما نحتاجوش نعاودوا هذه النقطه. الا سمحتي لي السي العمري، مهمه جدا، لان عاوتاني كاين الخلاف فيه وفيه، او الاختلاف. دابا حنا واخا اختلفنا على قضايا، على افكار. صحيح. ما وصلش للمستوى ديال التجريح. صحيح. حيت عاوتاني ملي كتكون، علاش الانسان خصو يحافظ على في النقاش يبقى؟ وهذه رساله للوزراء واللي كيدعيوا عباد الله وهذا يعني الناس في اخر المطاف. حنا مغاربه في اخر المطاف، راه حنا كلنا راكبين في سفينه واحده. سفينه واحده ما عندها حتى شي معنى انه خويا اللي كيقدف معايا غير حيت اختلفت معاه نهزوا اللوح. صلح بقيت انا حصل بوحدي. صحيح. المهم الله يصلح الحال، نرجعوا للنقطه اللي سولتي فيها حميد. هو نتفاهموا على واحد القضيه، الاعلام بشكل عام والدراما على وجه الخصوص، هذا هو افضل ما يمكن ان ينقش به الراي العام ديال شي مجتمع. ممكن اننا نتكلموا مع الناس على المصلحه ديالهم، ندويو لهم على كذا، بغينا نمروا واحد المفهوم. ممكن تمروا مثلا بالخطاب السياسي، ممكن تمروا مثلا بالخطابات الرسميه، لكن ما كاينش شي حاجه اللي غادي تسهل التمرير ديال داك المفهوم في الاذهان ديال الناس في المجتمع، ديال المواطنين اللي عندك في داك المجتمع. افضل وسيله الدراما. علاش؟ لان الدراما كاين عندك داك الجانب فيها ديال التخيل، فيها الجانب ديال الفانتازيا، فيها الجانب ديال الاسقاطات، انا كنشوف راسي في هذه الشخصيه وهذا كيشوف راسه في هذه الشخصيه وهذا كيشوف راسه في هذه الشخصيه، او اللي عندي مركب نقص من واحد الجهه معينه من المجتمع، مركب نقص من السياسي، مركب نقص من رجل الامن، مركب نقص من المعلم، مركب نقص من اللي خدام في المنجم، المهم عندي مركب نقص من واحد الجهه. الا تعطاتني هذاك الجهه المعينه لاني عندي منها موقف، تعطاتني على شكل كاريكاتوري، انا كنقبل منها كلشي. ملي كنجيو للمسلسل، الاشكال في المسلسل هو انه ماشي فيلم، فيلم عنده بديع، عنده الاخر، عنده حيز زمني ضيق، ممكن تعرف كيفاش تتعامل معه. لكن ملي كنجيو للمسلسل، مسلسل عنده مثلا واحد 20 30 حلقه 50 حلقه، المسلسلات ديال 800 و900 حلقه، وانت تزيد وتنقص، كيخدم معاك نفس الخدمه ديال الروبيني اللي حليتيه من واحد النقطه
ومشيتي وخليتي واحد المدة غتجي شي واخا تكون صخرة ديال الجرانيت غتلقى حفرفها نقطة نقطة. طيب شنو هو المفهوم اللي بغينا نمروه؟ نقولوا حنا بغينا غير نشوف الطرح ديال الناس هذو، نقولوا حنا بغينا غير نديروا شويه الفكاهه والناس يضحكوا. جميل، واش اول حاجه واش ضروري يجي يضحكني في رمضان؟ شكون اللي جا شكى لك وقال لك انا في رمضان عايش الهم وباغي يضحك؟ انا عايش الهم وسط العام كامل، عايش الهم ديال غلاء الاسعار، عايش الهم ديال ما لاقي ولادي فين يقراو مزيان، عايش الهم ديال السبيطارات، وهذا موضوع اخر. فإلا بغيتي تضحكني ضحكني العام كله. انا جايع ضحكني، انا مثلا انا جايع ضحكني، انا صايم، انا كنعبد الله، اجي ضحكني حيت العباده ولات هم. هذه وحده. المساله الثانيه، بغينا نضحكوا الناس، طيب واش ما لقينا الا القدوات نضحكوا عليهم الناس؟ انا ما كنتكلمش على واحد الفئه معينه في شريحه الاساتذه او المعلمين او لا فئه معينه في شريحه الاباء والامهات، لا لا لا، انا كنهضر على نموذج صح التعبير، نموذج المعلم. نعطيو مثال على الكوميديا، مثلا عندك لاخدينا الكوميديا مثلا ديال مولير اللي كتعتبر يعني وحده من الاصول الكبرى ديال الكوميديا الكلاسيكيه. مولير في القرن 17 شنو كان تيدير باش تشهرات الكوميديا ديالو؟ انه كان كيعالج المشاكل الاجتماعيه. غنجيو غنلقاو مثلا لافار البخيل مشكل اجتماعي، غنلقاو مثلا لو ميزونتروب الانسان اللي معادي للناس مشكل اجتماعي، غنلقاو مثلا طارتوف داك الانسان اللي كيستغل الدين استغلال نفاقي مشكل اجتماعي، غنجيو نلقاو مثلا لي بريسيوز ريديكول العيالات اللي فيهم شي شويه ديال كذا، هذا مشكل اجتماعي. فين ما درنا غنلقى الكوميديات ديال مولير مشاكل اجتماعيه. لكن عند مولير اش كيدير؟ كيجيب لك واحد مثلا ناخذ البخيل خدينا لافار، تيجيب لك واحد البخيل نموذجي لا يمكن ان تجده في الواقع، ما كاينش، كيجمع فيه جميع انواع المصائب اللي كاينه في انسان بخيل. صحيح هو ما كاينش في الواقع، لكن كل واحد كيشوف منه شويه من داك البخيل اللي كيعرف هو. لكن بالمقابل تلقاو داك الشخصيه التي تحدث توازنا، الشخصيه مثلا نقولوا الطيبه او الجميله اللي كتبرز لك القبح ديال هذه الشخصيه، وكيبقى المشاهد كيشوف هذا مشكل اجتماعي خصو يتحارب، وهذا نموذج طيب خصو يقتدى به. بالنسبه لنفس الفئه، وريني شكون هو النموذج الطيب الذي يقتدى به من بعد ما جفتي ذاك المعلم كشخصيه وجففتي به الارض. طيب وريني شنو هو النموذج الذي يقتدى به الا الا بغاو يعتبروا ان ذاك اللي حرق ومشى للخارج وجمع الفلوس بغض النظر شنو هي الوسيله اللي جمع بها الفلوس، قانونيه غير قانونيه، شرعيه غير شرعيه، الا كتعتبر هذا هو النموذج الناجح مقارنه يعني الناس على الخروج لبرا، بمعنى انه كتقول ليه دير اي حاجه الا انك تكون يعني تكون معلم. طيب من بعد ما يجي حتى واحد يشكي ويبكي ويقول لك راه رصدنا مجموعه من الحالات ديال العنف ضد الاستاذ، انحراف، ما بقاش عنده ريحه القيمه. دابا هذاك المعلم تقالت عليه تسب بانه شرف الله مقامك بانه حمار، مزيان. دابا هذاك الدريب اللي غادي يعيط للاستاذ يقول ليه هو الحمار، تقولي شي حاجه يقول لك راه جابوها في التلفازه، جابوها في التلفازه، راه قالوها في التلفازه، وفي التلفازه الرسميه، واخا ماشي قالوها في اعلام الكتروني، لا لا لا، في التلفازه الرسميه. سي علاش كل رمضان بغض النظر دابا هذاك رمضان نوضناها الشيخ والشيخه، جبدوا لنا الشيخه في ذاك رمضان، دابا هذا رمضان عاوتاني الاستاذ الحمار، لماذا رمضان بالضبط كل مره ينوضوا زباعه زعما؟ ودائما هذا الممثله مع احترامنا لهذه السيده هذه بلا ما نسميوها، ماشي هذا هو، ماشي هذا هو الغرض عندنا، الغرض عندنا علاش كل رمضان هذا الزباعه زعما؟ هو باش رمضان هو الشهر اللي كل شيء كينوض يخدم ليه، كل شيء كينوض يخدم ليه، تتلقى الجوامع دائما الجوامع راه تتقاد وتصيب، لكن في رمضان تتجهز بواحد الشكل خاص لان عند الزوار ديالها. غتلقى مثلا الناس ديال البيع والشراء تيقول لك ان في الاستهلاك تيكثر في رمضان فتيوجدوا السلعه ديال رمضان. موالين الثوب مثلا واللبس البلدي مثلا تيقول لك تحرك القضيه في رمضان، اللبس الرومي تيتحرك مثلا مع قبل العيد يعني في رمضان. الاعلام كيقول لك انا هذا سوق رايجه، وعندي ناس بما انه المغرب باقي تيحكم فيه في الدستور ديالو كينص على اسلاميه الدوله على اعتبار انه غادي ناخذوا بعين الاعتبار رمضان في المواقيت ديال العمل. دونك عندي ناس غادي يحبسوا مع 4 4 ونص وغادي يجيو يصليو المغرب يفطروا ومن بعد غادي يجلسوا. مادام جالسين الاحتماليه ديال ان الناس تجلس وتتفرج في التلفازه احتماليه طالعه مقارنه مع الايام الاخرى اللي بنادم جاي من الخدمه تاع 6 ونص الله اعلم شحال ديال الطريق غادي يوصل مع 8، هنا بنادم جالس
وكيبغي يدوز بشي حاجه لقيتها ليه وكياكل كاينه التلفازه. دونك كاينه التلفازه انا غنجتهد باش نوجد لك هادشي. كتقول لي واخا هادشي كله دوزناه بشريبات الماء. جيتي انت حتى الموضوع داكشي اللي غادي يدوز نطي جلستي تطربق في الظهر ديال النماذج وديال القدوات. ترى عزيز عليك وعزيزنا كاملين سي المهدي المجرى الله يرحمه المقوله ديالو راه معروفه. بغيتي تفرتك شي مجتمع سهله. فرتك الاسره من خلال الام. حنا كنشوفوا النماذج ديال الام كيفاش دايره بلا ما نهضروا داك اللي كبر عند عمته ولا اخر اللي كبر عند كذا. بغيتي تهدم القدوات خسر الصوره ديال المعلم. بغيتي تهدم الثقافه ديال ديك البلاد كرها في اللغه ديالها. وريني اشنو ما كيدارش من هاد الثلاثه في الدراما والاعمال الفنيه ديال رمضان. واخا 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 سي ياسين نمشيو لهذا الموضوع ديال الاسره. غنتمثل فرضا عنديك رئيس حكومه بغيت نمشي بهذا الطريق لا نقول ان شاء الله ما فيها باس رئيس حكومه مغربيه وبغيت نشوف الاجراءات اللي غدير. حنا نمشي معك في التمثل غير والله نجينا وين نجي. انت رئيس حكومه وعندك السلطه في عندك سلطه في البلاد. تعديد او تعدد الزوجات عندك سلطه قادر تدخل شنو ياسين العمري يدير في التعدد؟ كرئيس حكومه عنده واحد الصلاحيات اللي كيعطيها ليه القانون ماشي ولا غادي يجي يقول لك حقا غندير ولا ما لا ندير لك سيدي رئيس حكومه ورئيس بر عندك يعني صورات انا نجمع لك الصورات بثلاثه قالوا خوتنا المصريين انا الكل في الكل اي واخا حكومه يعني ما اش غندير ليه تعدد معاد وين كان سيدي مصطفى بن حمزه الله يرضى عليه ما تعجبوش كلمه تعدد كيقول لك الاصل فيها هو التعديل ماشي اشكال حنا سيدي ندوزو في الشمال تيقولوا الجداد حنا كنقولوا الدجاج هذه كتبقى مولود لغوي ماشي مشكل الاساسي هو المعنى لا شنو غندير فيه اشنو زعما هو راه كاين بالنسبه لواحد مسلم ما طرحش ليه ما طرحش عنده المشكل شكون اللي مطرح عنده المشكل اللي باغي يحيدو اللي باغي يحيدو من اللي كل رئيس حكومه نشوفو ديك الساعه باغي يطرح لا اللي باغي حنا بالنسبه لنا ما طرحش التعديل ديال الزوجات لا كيغدير مع الاصوات لا ما فهمتينيش حتى في السلطه وظهرت عندك اصوات كتقول اسيدي ما كاينش تعدد كيفاش غتصرف معاهم لا كاين عندنا مجموعه من الامور خصنا نطرقوا لها مسمارها مسمار رقم واحد هو ان ملي كنتكلموا مثلا على تعديد ديال الزوجات لا بوليغامي تنتكلموا على واحد المساله اباحها الشرع الاسلامي يعني ماشي كما يصور انها راه ملزمه انه راه نجوز راه خصني نتزوج بالثانيه وخصني نتزوج بالثالثه وخصني نتزوج بالرابعه طبعا ماشي ضروري هو داخل في اطار المباح داخل في اطار المباح هو قبل الاسلام كان التعدد قبل الاسلام نقدروا نقولوا ان جاء الاسلام ماشي غير بالتعديل جاء الاسلام بالتحديد انه كان قبل الاسلام كان التعدد تما كان تزوج البدايات ما تزوج فين ما مشيتي ديال المراه وكانوا انواع اخرى ديال الانكحه اللي الاسلام نظم شويه داك الاسلام جاب مسائل بالتنظيم الى اخره مراعاه للبعد الاجتماعي لان علاش قلت لك هذا مساله اباحها الشرع الاسلامي النقطة الثانية المسمار الثاني اللي خصنا نطرقوه وهو أنه هذا الشرع الإسلامي هذا منظومة لما غنجيو نقلبوا مثلا النقاش دابا اللي داير ما غنتكلموا على شي حاجة ديال المدونة وكذا من باب أننا أنا وياك مواطنين مغاربة كنشوفوا هذا النقاش اللي داير وبما أنه ما كاينش هذا النقاش ما كيتخادش بشكل جدي في الوسائل السمعية البصرية الرسمية عندنا مثل هذا المنبر الزين ديالك انت والدز الحميد الذي اشرفوا بالحضور فيه صراحه انه من المنابر القليله الجاده والمسؤوله في فيما يتعلق هذا شهاده نقولها غيبا قبل ما نقولها وانا معك في البرنامج هنا فهاد النقاش الناس اللي تيطرحوا تيتعاملوا مع مثلا التعديد القضيه اللي ذكرها مثلا ديال التعصيب القضيه مثلا ديال الارث كيتعاملوا معها على اعتبار انها نقط معزوله لا مش نقاط معزولة هذا جزء من نظام متكامل اسمه الإسلام هذا النظام المتكامل أرى يراعي البعد الاجتماعي لذلك مثلا شرع الزكاة مثلا من أجل هذه الأصناف على رأسها الفقراء والمساكين هذا النظام الاجتماعي متكامل راعى الجانب مثلا الأسري من خلال المنظومة ديال الزواج المنظومة ديال الطلاق المنظومة ديال الإرث المنظومة ديال العلاقات الاجتماعية الرضاع التحريم التحليل ثم راعى البعد مثلا اللي ربما المدرسة اليسارية كتكلم البعد الحقوقي راعى البعد الحقوقي هذيك المرأة اللي كانت كتساوي لا شيء راعى عليها الحماية ديال الحقوق ديالها وراعى عليها مجموعة من الأمور فحنا ملي كنتكلموا على الإسلام ما كنتكلموش على واحد ثلاثة ولا أربعة ديال البطونات لأن الناس اللي كي وهذا المسمار الثالث اللي نبغيو نطرقوه هو أن الناس اللي كي يناديوا بهذه التغييرات أو التعديلات أو للإزالة بشكل كامل ديال
الحكم الشرعي الإسلامي في هذه النقاط هذه، عدد منهم يعني عدد منهم عندهم الإشكال هو أن التصور ديالهم للدين هو تصور يكاد يكون موخود مع الثقافة الفرنكوفونية اللي دازت عندهم، وهو تصور كنسي، وأنه الكنيسة تجي وتتسلط عليك واحد المجموعة ديال الخرافات نظرا للتحريف اللي بدا من زمان في النصوص الدينية اللي كانت عندهم، ولا عندهم الدين هو مسائل متعلق بكل ما يتعلق مصطلح بالميتافيزيقا، المسائل اللي ما وراء الطبيعة والغيبيات وكذا، لكن ما يحكم الحياة العامة ديال الناس عندها علاقة بالدين، ما كاين نصوص كتنظم لنا الحكم الا انهم كانوا فارضين عليهم مجموعة من الملوك بما اصطلع عليه الحكم بالحق الإلهي، بمعنى أنه الله أراد شرعا ماشي كونا، أراد شرعا أنه هذاك الملك هو اللي يحكمكم، واللي ما عجبو حال يعني راه ساخط عليه سيدي ربي. فملي كان هذا النظام ديال الحكم المطلق دارت الثورة الفرنسية، لأن عباد الله فرضت عليهم واحد الدين اللي ماشي دين، ماشي بصح، ودين خلقوه مجموعة من الناس من أجل الهيمنة والسيطرة، والناس كلهم الحمد لله المتابعين ديالك راه نحسبهم من النخبة الواعية رغم ما عارفين كيفاش كانوا النبلاء والإقطاعيين والكنيسة كانوا دايرين يدهم ضد بعضياتهم باش يطحنوا الشعب. ليش ما بقى الصبر على هذيك المسألة وضر الرجوع أكثر من القياس؟ ما دخرج ملي تحيدات مع الثورة الفرنسية 1789، ضربوا النظام الملكي، ضربوا الكنيسة، المقولة الشهيرة شنيقوا آخر نبيل بأمعاء آخر قسيس، وبقى سميتو دزنا من الكونسولال ديريكتوار لامبير مع نابليون بونابارت دوزيام ريبوبليك طروازي الجمهورية الثانية الجمهورية الثالثة. 1905 تصوتات على علمانة الدستور في فرنسا، فبالنسبة لهم كل ما يتعلق بالدين خارج إطار الحياة العامة لعموم الناس. الإسلام من حيث الكنه ديالو راه ما يمكنش راك بغيتي تسلخ واحد الجسد من الروح ديالو وكتطالب ذاك الجسد انه يبقى حي. لا هو شنو كيقولوا السياسيين بحال دابا الا قلتي واحد الكلمه قلتي ويلا قلنا بان مثلا التعدد انا كنفضل ماشي اشكال سهله خليها في التعدد، التعدد ولا التعديد ماشي هذا المره الثانيه هذا التعدد مثلا لاحظتي قلنا كان قبل مجيء الاسلام كان في الجاهليه بشكل كبير، وهذه اشاره مهمه. جاء الاسلام، من جاء الاسلام اش دار؟ نظم نقص. اذا مادام الاسلام عنده كان وضع سابق ما يمكنش كناخذ انا 40 مره ولا 50 مره ولا 30 مره وانا وباغي تدخلني في واحد البنيه دينيه في واحد البنيه نظاميه جديده وعتنقول لي من حاله ناخذ 40 مره الى مره، ما يمكنش انا في واحد البنيه نظاميه انا الذكر اللي واحد الوقت البنت كتدفن ماشي دائما الا بشير احدهم بالانثى هكا النظام في الجاهليه. جاب الاسلام جاب نظام جاب اخلاق جاب كانت عمليه الله حكمته تدرجيه فافا. اذا ماشي صافي سفيني. اذا الاسلام جاء ديكسيك هذا هو وجهه نظر تيقول لك كان يتفاعل مع المشاكل ديال ديك اللحظه ومع شروط ديك اللحظه ومع السؤال، لماذا في ديك اللحظه الاسلام جاء متفاعلا مع ديك اللحظه مع عدد الزوجات مع العادات ديال العرب مع مع مع، واليوم في القرن 21 امام مشكلات ظهرت جديده ولينا كنقولوا لا راه محطوط. اليوم عندنا المراه مثلا 70% خارجه لسوق الشغل، هذا مشكل جديد ما كانش شحال هذه المراه كتخدم في عاده ولكن ماشي بهذا القدر ديال 70%. اليوم المراه كتحمل اعباء ديال المجتمع، كتحمل مسؤوليات سياسيه، اليوم المراه كتخدم بحالك بحالها، اليوم عندك واش ملي ظهرت هذه المعطيات الجديده والاسلام مرح ومرن علاش العقل او الفكر الديني ما كيخوي الاسلام يعني كاين مستجدات جديده، لماذا ذاك المنطق؟ هنا هذا هو اللي بغيتك تجاوبني عليه السي. واخا هو غير نفهموا واحد العامل اللي كنقولوا جا الاسلام. الاسلام ما جاش من شي بلاصه ولقيناه واكتيفيناه مثلا في كلي يو اس بي ولوجيسيال واكتيفيناه. الاسلام كنقولوا جا الاسلام، شنو هي جا الاسلام؟ يعني الله عز وجل اوحى للنبي عليه الصلاه والسلام، يعني كنتكلموا على واحد الشريعه ديال الله سبحانه وتعالى. طيب وحده في جوج لا غير ميزو بين الدين والتدين. لا خلي التدين دين والتدين. التدين يعني ممارسة الناس لهذا الدين والديانة. الدين هو المطلق القادم من خارج الجماع اللي هو يعني ها النص. التدين هو ممارسة التدين داخل الجماع. كيفاش انا كنشد هذيك المسألة؟ والديانة هي بنية نظامية في واحد الزمن تاريخي الدين اليهودي. علاش ميزو بين هذا؟ لا ما احنا كنتكلموا على كي قلتي على القضية ديال الدين، هذا الدين ديال الله عز وجل. فإلا احنا كنعتبروا أن الإله، هذا سؤال المرجعية مهم جدا، إلا كنعتبروا أن الإله سبحانه وتعالى عليم حكيم عدل رحيم وكاع الصفات ديالو له الصفات العليا والأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، من اللي خلق؟ ها
هذا الخلق. واش ملي نزل القرآن الكريم وكان من آخر ما نزل نزلت يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة ذو الحجة المحرم صفر ربيع الأول مات النبي عليه الصلاة والسلام، فهاد ذو الحجة تسعود ذو الحجة عشرة السنة العاشرة للبعثة السنة العاشرة للهجرة عفوا نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ممتاز. إله هو سبحانه وتعالى، وهذه آخر ما نزل من الأحكام. إلا نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، يعني التشريعات اللي عطى الله عز وجل بالإضافة للإباحات اللي فتح الله سبحانه وتعالى للناس، على سبيل المثال التعديد ولا التعدد كمسألة مباحة في الشرع رعاية الوضعية الاجتماعية. راه ملي كنتكلموا على تحريم الخمر دوينا على قضية التدرج في الأحكام، كنتكلموا على تحريم الخمر، راعى الشرع راعى لنا أن الخمر كانت عند العرب ربما أهم من الماء. على سبيل المثال الأعشى وهو شاعر من الشعراء ذي الجاهلية سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، لقيت اللي كان هو ديجا شيباني شي شوية فشد الطريق وجاي بغي يسلم وكان رجل عاقل، فهما فهادشي في مكة باقي في الزمن المكي باقي ما هاجرش النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ملي تم جاي تلقاو ليه قطع طرق في الطريق، قطع طرق على الخير ماشي قطع طرق ديال السيوفة، قالوا ليه فين غتمشي؟ قال لهم أقصد هذا الذي يقول أنه نبي أسمعوا منه، إلا كان داكشي مقاد نتبعوا. الأعشى شاعر بالنسبة لهم قناة فضائية غادي تسلم، تخيل معي قناة فضائية غادي تسلم مشى لينا النص، حنا دوينا على الدراما في بداية الحلقة. طيب قالوا ليه سيحرم عليك الزنا، قال لهم أما وإني رجل كبير ولم يعد لي إرب في النساء، ما يحرم كاع الزنا يعني ما بقى عندنا بقى عندنا جهد. قالوا لي أما وإنه سيحرم عليك الخمر، قال أما هذه فلا، وإن لي قدحا راجع إليه فناظر ما الذي يكون بعد سنة. من اللي شافوه رجع فرحوا أعطاه البريم، شنو البريم؟ أعطاه ما يقارب 100 من الإبل. صاحبنا راجع فرحان بذيك 100 من الإبل، تعثرات واحد الناقة طاح هي اللي عفطات عليه مات محل الشاهد. نسأل الله حسن الخاتمة مكيم صدق لنا لأن ما شربش ذاك الكاس اللي كان غادي محل الشاهد. شوف الخمر فين كانت واصلة عندهم، الله عز وجل أراد أن يحرم هذه الموبقة هذه، لكن في الأول بدأت من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ميز السكر على الرزق الحسن، كاينش تحريم، كاينش تحريم باد. من بعد لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا، من بعد شوية بشوية حتى وصلنا إنما الخمر والميسر، نص واضح في التحريم، بل الألفاظ دياله مجتمعة من أشد ألفاظ التحريم. دازت. طيب هذا الإله الذي تدرج في المسألة هذه فيما يتعلق بهذا التحريم هذا، واش ما كانش في خباره أنه يتدرج في القضية ديال المنع التعديد أو التعدد وقصر الرجل على الزواج بواحدة؟ ما كانش في خباره أنه راه يجي واحد الوقت وغيولوا هاد 70% اللي قلت ليا والعيالات كيخدموا إلى آخره وحدة بجوج. إما الإله كانت في خباره وهاد الدين راه فيه شي حاجة اللي ناقصة ما خدماش، ما كاينش واحد مسلم. انا جيت نكمل الفكره، لا عرفت نكمل انا الفكره الله يفتح عليك. اما غنعتبروا ان هذا الاله راه فعلا سبحانه وتعالى كما هو حليم حكيم عليم رحيم، وفي هذه الحاله راه هذا الخير هذا اللي اعطانا راه سائر ليس فقط صالحا وانما صالح ومصلح لكل زمان ومكان. احنا في الكين عند الاشكال انه من اللي فسد لنا الواقع مع ودنوض قادوا هذاك الواقع بالطرق المرضية على الوجه الذي ينبغي، وأننا من اللي نبغون نحط صبعنا نحط صبعنا على فين كاين المشكل. مثلا أعطاك مثال، كنجيو نقلبوا أغلبية ديال المعامل الوزينات اللي كنقولوا حنا المغاربة بالدارجة الشعبية المعامل، أغلبية اللي خدامين فيهم شكون اللي خدامين فيهم؟ شكون اللي خدامين فيهم؟ حامل النساء. الله يفتح لك، شحال كيتخلصوا دوك العيالات؟ إلى طارت ما توصلش 2000 درهم في الشهر بلا ما ندويو على انها راه تخدم من 8 لاروب ديال الصباح حتى لوحده لاروب، تتخرج لاقرب محلابه تاكل فيها شي حاجه قلب لي على صحتها كي دايره بالماكله ديال الزنقه، وكتعاود ترجع مع الجوج تدخل تخبط من الجوج حتى للسبعه لاروب. ما كايناش ريحه الحمايه في الكنزه ملي كتكون يلاه شاده ديك 800 درهم تيتلقى لها واحد كيغريسي هادي ويغريسي هادي ويغريسي هادي، بل كاين فيهم اللي ولا جالس تما كيتسنى الاتاوه. طيب انا غادي نجي عند هادي ونقول حقا حيت هادي ولات نعم سيدي كذا وكذا وكخدامه الى اخره، لا هذه خدمه. راه كنقول لك راه كندوي على الاغلبيه، ملي كندوي على 70% ديال العيالات ولاو خدامات، 70% ديال العيالات خدامات فاش من القطاع
حنا ما عاود نجيو نحطوا صبعنا على الاشكالات الاقتصاديه فين كاينه. لا خليني باش من باش من لا لا حيت هذه لحيت هذه مرتبطه بهذا. لا غير مزيان هذا النقاش الفكري. شوف انا هنا انقل لك وجهات نظر. لا عارف صح. انا عارف ليك عارف ليك والاحترام بيناتنا قائم واللي اساسي هو نتواصلوا مزيان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلتها وكنعاودها في الواقعه ديال المؤلفات قلوبهم وفي الواقعه ديال السارقه ديال الجمل. اذا تفضلت السي العمريش قلت الله عز وجل عارف المستقبل اذا احكام وانتهى الامر ما خصناش نناقشوا المسائل لا غير بلاتي. انا جيك اذا عمر واش الله عز وجل ما عارفش واحد السيد عتجي المجاعه وحيت المجاعه ما لقى ما ياكل وسرق جمل وبالتالي عاد يجي عمر يجتهد. كان الله عز وجل بهذا المنطق ما يخلي العمر فين يقول خصو يدير الحاله ديال الجفاف والحاله ديال كذا. جميل. يجي القران في حاله الجفاف وحاله كذا. ها هو جا واقعه جديده وعمر بن الخطاب بمنتهى يعني عقله التنويري وصرح فكره. لا عجباتني عمر بن الخطاب ولا تنويري. لا يعني متنور جدا. لا فهمت معروف. لا هو صفحه رائعه. الا خدينا التنوير بالجانب اللغوي ماشي الاصطلاح. لا التنويري التنويري. اذا عمر بن الخطاب جاء وكانت واقعه جديده وعندنا حديث نبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيروا كسير زمانكم او كليكم كضعفائكم وكاين انتم ادرى بامور دنياكم. كاين وقع كثيره اللي في التشريع في التشريع هنا كنهضروا على المرأة. ألم تساهم المرأة في التشريع مع عمر بن الخطاب مثلا في هذيك ديال الرضاعة اللي فوق عامين شي وحدة كان ولدها كيبكي بزاف وداش مع شكون اللي داز قال لها مالو كيبكي؟ قالت له راه فطمتو. قال لا ما كملش العامين. قالت له لأن عمر الخطاب دار لنا واحد القانون خاصك حتى تكمل العامين عاد تستافد من الخزينة. أش داروا من بعد؟ قالوا من بعد عمر يجي التشريع النهار اللي تزاد تاخذ من بيت المال ما تسناش حتى. اذا هو التشريع جابوا من الدنيا ماشي من بعد الاسلام ومن بعد ما اكملتوا لكم دينكم كما اليوم كاين هذا هذا ماشي اشكال هذا من باب الجانب الرعايه الاجتماعيه. لا اكملت لكم سالينا الله عارف كذا ما نزيدوش نجتهدوا. لا لا نتفاهم ما قالش ما نزيدوش نجتهدوا مع عام 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 ما يتخرجش من فمي داك الشيء اللي ما خرجش من فمي. الله ينورك الله يفتح لك ندوينا الصوت والصوره. الله ينور الله يفتح لك. دابا اللي تكلمت عليها انا تكلمت على النقطه اللي قلتي مثلا ديال التعديل على اعتبار انه جاب التدرج ديال النقطه اللي ناقشت ما يتعلق انه مساله محكمه وتحبسات. لا 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 انا اللي كندوي عليها ناخذ سيدنا عمر بن الخطاب مزيان ملي جبتها قلت لك يبغي يجتهد تيبغي يمسح في سيدنا عمر رضي الله عنه. المهم داكشي اللي تمسح في سيدنا عمر حتى الغدا يوم القيامه باش يتحاسب معاهم. السرقه خصنا نفهموا ان راه عندنا لا مشكله هذه. عندنا اصطلاحات شرعيه ملي كنقولوا السرقه عندها اوصاف ديالها ماشي اي واحد جاد شي حاجه كتسمى سرقه. فهمنا حتى هذه مهمه جدا هذه النقطه هذه. كيقول لك في عام الرمادة ملي كانت المجاعه في هذيك المنطقه دوك الدراري ما لقاو ما ياكلوا تمنع عليهم كذا الى اخره ناضوا مشاو سرقوا الناقه سرقوا الخبز سرقوا خنشات الخبز المهم سرقوا شي حاجه جابوها كلاوها. باش نقيموا حد السرقه باش يتقام في الشرع حد السرقه خصو واحد المجموعه تكلموا باللغة الحديثة خصو واحد المجموعة ديال المعايير حتى تتحقق أن هذه عناصر تكوينية. الله يفتح عليك أنت راه تبارك الله في القانون راك راك قريتيه راك مكون. فهذوك العناصر التكوينية ديال الجريمة إلى حاضرة في هذه الحالة يقام الحد. إلى ما حاضراش راه ماشي غنقولوا يعطل الحد أو لا اجتهدنا راه ما كايناش سرقة أصلا. فهمتيني سي نون ليو ما كايناش سرقة. بمعنى باش نقولوا راه سيدنا عمر راه اجتهد باش عطل حد السرقه ولا اخره ولا كذا لا هذا عباره خاطئه. لا سرقوا جمل هما. سرقوا جمل مشاو ديو بيعوا يشريوا فيه في سوق في سوق سلاه. بحال اللي كيسرق دابا شي واحد شي فاسوجو كياكلو كيمشي للحبس. راه كاين الناس دابا. اذا فين كاين الخلل؟ راه كاين دابا هنا الناس في الحبس. ودير على الاقل من فروج. ايوه. ودي خلي الناس اكثر يمشوا على الاقل من فروج. اذا فين كاين الخلل؟ يخدع حاجه ماشي ديالو. لا ما كندويش على داك اللي خدع حاجه ماشي ديالو. كاين عندنا الخلل في انه شوف حيت النص راه مهم. لا 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 خلينا زوينه زوينه هذه وكمل عافاك عافاك. الوكيل العام حسن المطار. لا زوينه باش تكمل. الله يرحمه فضل الناصر. امين. الله يرحمه فضل الناصر السعيد. انا دخلت عند الوكيل العام باش ما نضيعش الوقت نمشي لك على الكلمه حيت عاد نفعك في هذا الشيء اللي كتعاود. قلت له بالحرف قلت له
عطوا دابا السيد الوكيل العام، كنا كنحاكموا موستا، كنحاكموا عبد الرحيم بوعبيد، دابا ربيع الابلق والله الا جبت له مسكين داك قلت له داك السيد ويدي ديالو خدامه بواحد 900 درهم السيد مسكين كذا دورو، كنشرح الوكيل العام ربيع الابلق جاب ظروف زعما الاجتماعيه ديال الحومه كامل وكذا وعكارين دارهم وكذا عادي الولد يدير شي افعال ولا يحتج على السلطه بغا كان. شنو جاوب لي الوكيل العام حسن؟ بقي عقلي جوابو قدامي، قلت له عمر الخطاب اللي بغى انا نكمل، قلت له عمر الخطاب، قلت له ماشي اش قطع السارق راه شاف الجفاف، قال لي فين حنا وفين عاد عمر الخطاب، قال لي لا، قال لي خويا، قال لي بحال هكا، قال لي انا قدامي نص، قال لي انا ما كنعرف لا ظروف لا والو، انا عندي النص هكا هكا بهذه العباره. قلت له قال لي فين حنا وفين عمر الخطاب، قلت له حنا كنرجعوا له ولا كنزول قدام. الكلمه اللي كتهمني في هذا الشيء قال لي شنو قال لي الوكيل العام، انا امام نص نفس العمليه على عمر الخطاب، عندك نص والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء، اقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا من كان مهم. ممكن ديال التكييف ديال ماشي سارقه راه غاجع عوده للدار، لا اللي ماشي قضيه ماشي قضيه التكييف، كاين عندنا الوصف يمكن الوصف القانوني، لا انا جاي لا انا جايك اودي الزلمه حميد، اللي كاين في المساله هو عاوتاني مشكل اخر في التصور ديال الناس هذو اللي انت كطرح وجهه النظر ديالهم من اجل اثراء النقاش العمومي. اللي كاين هو في التصور ديال داك الشيء، قلت لك السؤال ديال المرجعيه مهم جدا. التصور ديال هاد الناس هو انه عندي واحد النص، اش تيقصدوا هما بالنص؟ تيقصدوا به واحد الايه ولا جزء من ايه ولا حديث ولا جزء من حديث، وتعتبرون الفقه الاسلامي تيتبنى بهذه الطريقه. في النهايه الفقه الاسلامي ما تيتبناش بهذه الطريقه، راه تجمع النصوص كل هذه لواحد الباب، والفقيه هو اللي تينظر في المساله، لان كاين عندنا مبدا ديال الناسخ والمنسوخ، هذا موضوع اخر. كاين عندنا المبدا ديال واش هذا سبب ولا هذه المسألة شرط، واش متحقق فيها المانع ولا متحققش فيها المانع، واش مع فيها المقتضى ولا ما فيهاش المقتضى. مثال ونرجع، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه وما يمكنش يؤثر عنه أنه في الصلاة ملي كتقام الصلاة أنه دار عند الناس وقال لهم الله يجازيكم بخير طفوا التليفونات باش ما تبرزطوش الناس في الصلاة، وهذه عبادة. غيجي واحد دابا شي إمام غادي يوقف يقول لهم الله يجازيكم بخير استووا اعتدلوا عفاكم أنا ما طفوا الهاتف باش ما تزعجوش المصلين، غنقول ليه انت جبتي واحد الحاجه ما دارهاش النبي عليه الصلاه والسلام، حيت غيجيو يقول عن جوج ديال الطوائف، اما طائفه غادي تقول لك انت درتي لنا البدعه، لان النبي عليه الصلاه والسلام ما قالش هذه المساله وما عندكش الحق حتى انت تقولها، القضيه ديال الجمود اللي هضرنا عليه، اما غتجي عندك واحد طائفه اخرى وغادي تقول لك اودي غتاخذ هذه كذريعه وغتبدا تميع مجموعه من الامور. حنا كنقولوا لا هذه لا هذيك، اللي كاين هو انه المقتضى لا ما كانش الواقع. انا راجع لها لا هي نفسها الواقعه هي هذه اي لخص اي لخص حيت عرفتي علاش؟ حيت هذا نقاش علمي، نقاش علمي خاص ياخذ وقته، حيت دابا عندنا نقاط عشيره كل فكره غتبقى خاص ياخذ لا ماشي غادي لا كون كانت بسيطه زد حميد ماشي سرقه لا انا جايك لو كانت المساله بهذيك البساطه ديال واش كحله ولا بيضاء اصلا ما يكونش هذا دابا غدي ساعه مع القوم السلام ياك لا هي هذه وحنا بقى ساعه جالسين لا خاصك كاين جمهور عاوتاني خاص يستافد لا راه واقع عمر الخطاب انا جاوبني لا راه ما يمكنش يمشي النقاط بهذيك الحاله هذه بيضاء باش نكونوا واضحين انت غنخش حنا انا غادي نلخص راه عرفتي امثله وفي الاخر كنلقى لا محل الشاهد حيت المسائل خصها حنا بغينا دابا انا وعلاش قلت لك اودي الزدي حميد كيعجبني النقاش معك على اعتبار انه انا وانت الغرض عندنا هو المنسوب الوعي ديال الناس خصو يطلع شي شويه منسوب الوعي ديال الناس الا بقينا خدامين اليوم بنظام الاستهلاك على مستوى المعلومه واش جهد عمر ولا ما جهدش ما كاينش واش عطل الناس ولا ما عطلوش عمر لا ما عطلش الناس كيفاش عطل الناس ما قطعش لي واش عمر الخطاب هو اللي غيعطل النص لا ولا عمر الخطاب الذي اثر الذي اثر عنه انه أوقف عنده أوقف على الاقل ما بين 10 حتى 15 ديال الموافقات مع القران الكريم قطع يد ولا ما تقطعش اليد ديال السارق اللي سرق جمل علاش ما بغيتيش تسمع من عندها حميد اولا هاد الناس اللي انت حيت الا كانوا هاد الناس بنفس هاد الطريقه ديال كنعاودوا معاهم الهضره بزاف المرات راه غيكون عندنا معاهم مشكل حيت التاريخ كله قرينا السيد السرق اول مره كنسمع لا ماشي اول مره كتسمعها هي كاينه غير بنادم عاوتاني خصو يطالع شي شويه ما كانش عندنا حاله سرقه بالتوصيف الشرعي باش نقدروا نقولوا انه راه عطل النص تفهمنا السرقه عندها معايير اللي كتضبط انه هذه للواقع شنو وقع فيها مثلا هذاك الجمل ملي سرقوه هذوك الناس سرقوه من اجل الاستكثار سرقوه من اجل التكثر سرقوه من اجل باش يديروا الفلوس سرقوه باش يهبطوا باش يبيعوا خدمتهم انهم نهار وما طاروا ما جالسين كيسرقوا شنو داروا هما فهمتيني هنا كيجي عندك النص الاخر هما خداو بيبغاو عباد الله ما لقات ما تاكل خداو باش ياكلوا عباد الله ما لقات ما تاكل طيب ناخذوا دابا خوتنا مثلا شي حاجه ماشي ديالك دابا شوف
لا وهذا التكييف ديالك انت المساله ديال السرقه ايوا دابا لا كندوي على الشرع الشرع ديال سيدي ربي ماشي ديالي ماشي ديالك الشرع ديال سيدي ربي انت عندك تما شي 500 درهم جيبك ما كاملاش العام يمشي معاك لا ما كاملاش عرفتي دابا نقول لك كنهضروا في هذا رمضان شحال واحد ما عنده باش يفطر يجي ياخذ لك 500 درهم سرقه ولا ماشي سرقه خداها كريساك دابا انت خارج يوقف عليك بالجنوي ياخذ لك 500 درهم ما عنده ما ياكل والسرقه ولا ماشي سرقه غنعتبروها سرقه ايوا صافي طيب هذوك لا ماشي مسلم وسرقتي ما عندي كيفاش لا ولا تمشي تطلب لا هنا راه حاجه اخرى انت كتقول لي واحد وقف عليك بجنويه هذوك وقفوا على واحد بجنويه ايوا سرقوا جمالو عرفتي شنو جنايه اشوف ظروف تشديد اولا هما عندهم تعدد بزاف الاشخاص عم تقيش عندهم جنايه ما تقيش داك الواقعه اللي وقعت في داك الوقت على الزمن ديالك انت دابا واخا المؤلفه قلوبهم عمر بن الخطاب كذلك كان السهم ديال المؤلفه قلوبهم كاين في الايه في القران ولكن في عهد عمر بن الخطاب يعني ما بقاوش الناس قال لك كان يديروا